بعد فيلم شمس المعارف نشوف اليوتيوبر براء من جديد في فيلم، وهالمرة من نوع رعب إثارة. أوكي، يعتبر أول فيلم سعودي من هذا النوع. قصة الفيلم عن أخ وأخته يسافرون على طريق طويل، وهناك راح يطاردهم شخص الهدف القتل. هذا النوع من الأفلام شفناه 1000 مرة في الأفلام الأجنبية. أنا ما عندي مشكلة مع التكرار، لكن إذا أنت بتكرر شيء لازم تبدع فيه وتحط لمسات وأفكار ما انعرضت قبل كذا بالأفلام اللي موجودة أو الأفلام اللي أنت اقتبست منها هذا الفيلم. والأفلام اللي شبيهة لهذا الفيلم هم فيلم The Hatcher وفيلم Wolf Creek وفيلم Joy Road وفيلم Jeepers Creepers. كل هذه الأفلام فيها ترابط وتشابه من الفيلم اللي الآن قاعدين نشوفه. أوكي، راي عن العرض. أول شيء جابوا لقطات للقاتل اللي هو يلاحقهم، وصراحة ليتهم ما ورونا إياه لأنه شكله كان جدا غبي. ليتهم خلوا شوية غموض في الفيلم وما ورونا هذا القاتل في العرض، على الأقل ما نشوف هذا الشكل الغبي. والشيء الثاني وهو أكثر مقطع قتلني ضحك يا جماعة، هو كان مشهد إن مركبة القاتل متوجهة عليهم والبطل كان يقول جا جا جا. يعني متخيلين هذا المشهد يا جماعة؟ ما أعرف، لكن حسيت إنك كأنك قاعد تخوف طفل صغير من شيء جاي من وراه. أنا أشوف أن الشيء اللي صار كان جدا سخيف وخلاني أتخوف من الحوارات اللي بالفيلم وردة فعل الأبطال إذا واجهوا هذا النوع من المشاهد. إيش راح يقولوا أو إيش راح يتكلموا؟ ما أتوقع كل مرة راح أشوفوا فيها القاتل راح يقولوا هذه الكلمة. والشيء الثالث هو مشهد اصطدام رجل الشرطة اللي هو موجود نفسه في فيلم وولف كراك، لكن كان بطريقة أكثر وحشية ما أقدر أني أعرض لكم إياه الآن علشان ما ينحذف الفيديو. كل هذه الأمور تبين أن الفيلم حقيقي مقتبس من الأفلام اللي ذكرتها، وأتوقع أنه راح نشوف كثير أمور في هذا الفيلم متكررة من أفلام ثانية. العرض ما كان يحمس صراحة، وأنا أشوف أنه أكثر من عادي، ولكن في انتظار الفيلم إن شاء الله إذا نزل على أحد المنصات راح أتابعه وأنزل مراجعتي كاملة عنه هنا في القناة. ممكن يكون فيلم قوي وأفضل من الشيء اللي احنا قاعدين نشوفه الآن في العرض، ما أحد يعرف، لكن على كل حال راح ننتظر ونشوف الفيلم. يعطيكم ألف عافية على المشاهدة، وياليت إذا عجبكم هذا الفيلم تنشرون القناة للناس اللي تحب الأفلام وتحطون كومنت، لأن هذا الشيء جدا مهم بالنسبة لي إني أشوف الكومنتات حقتكم وأخذ آراءكم ورأيكم عن الفيديو والأشياء اللي أنا أقدمها، والفيديو إذا كان في أحد تابعه فعليا، لأن ما شاء الله كثير مشاهدات تجي على الفيديوهات لكن ما أشوف إلا كومنت أو كومنتين، وهذا الشيء يخليني يعني ماني عارف إذا أنت عجبك الفيديو ليش ما تقول لي هذا الشيء. والشيء الغريب إن الناس تجيني في الإنستغرام والمواقع الثانية ويقولوا لي إن عجبني الفيديو، طب ليش ما تقولون هذا الشيء تحت هذا الفيديو؟ على العموم يعطيكم ألف عافية، نشوفكم إن شاء الله في فيديو ثاني، مع السلامة.